احنا اليوم كنحضروا هذه الصحفيه دعما ومسانده للشباب الشابات المضربين عن الطعام من اجل حقهم المشروع في الشغل. وبالمناسبه نحن يعني نندد بهذا الصمت الرهيب، رغم ان حياه هؤلاء يعني معرضه للخطر. اليوم تقريبا نحن في الحافل اليوم 16 اضرابا عن الطعام، وبالتالي فالمسؤوليه يعني تتحملها يعني الدوله والحكومه. على الاقل كان المفروض يعني الالتفات لهؤلاء وفتح الحوار معهم، باعتبار ان مطلب هو مطلب مشروع، مطلب الشغل. وبالتالي فهذا يعني غريب، امر غريب ان تتم الامور بهذا الصمت، بل انه بلغنا انه بدل يعني فتح الحوار نندد بالمناسبه بالهجوم اللي تعرضوا له بالامس الشابات والشباب في مقر الاعتصام. وبالتالي هذا كيدل على شيء، انما يدل على اللامسؤوليه، ويعني كان شيئا لم يقع. هذا من جهه، من جهه ثانيه نحن هذه مناسبه نذكر بالقرار الذي اتخذته وزاره التربيه الوطنيه، وهو حد سن التوظيف بين مزدوجتين في 30 سنه. وبالتالي يعني المسؤولين في هذه البلاد غاديين في اتجاه ديال ضرب الوظيفه العموميه، ضرب الحق في الشغل، وتخلي على مجموعه من الخدمات الاجتماعيه وعلى راسها الحق في التعليم والحق في الشغل الى غيرها من يعني المصالح اللي كتهم عامه ابناء وبنات الشعب المغربي. اولا هادو كفاءات، هادو كفاءات اللي تكونوا في المدرسه العموميه والجامعه العموميه. وبالتالي فمطلب الشغل هو حق، حق اللي كتضمنوا كل القوانين الدوليه والحقوقيه والنقابيه. وبالتالي فالتدرع بان انه لم يعد هناك يعني توظيف، بالعكس هناك قطاعات اليوم في البلاد اللي كيتم التوظيف بشكل مباشر، اذا ما المانع ان يكون ذلك في قطاعات اخرى؟ اولا نحن اولا يعني كما يسميها الفقهاء هذا ابغض الحلال بالنسبه الينا، ولكن هؤلاء الشباب بعد ان اغلق الباب في وجههم كما كنشوفوا الان ما لقاوش حتى المحاور مع من يتكلموا، فهم لجؤوا يعني لواحد الوسيله. طبعا حنا ما كان يعني ما كنتمناوش انه يكون هو الوسيله اللي يضطر لها اي محتج في هذه البلاد، ولكن المسؤوليه حنا كنحملوها للدوله وكنحملوها المعنيين والسلطات اللي خصها تفتح الحوار مع هؤلاء الشباب وتلقى مخرج لهذه الازمه اللي كتعيشها اليوم مدينه الرباط. وكأن المسؤولين يعني غير موجودين. وبالتالي ف يعني لجوءهم للإضراب عن الطعام هو كان تحت الإدعان وتحت الضرورة وتحت الصمت الرهيب اللي كتمارسه السلطات والمعنيين والمعنيات. اليوم احنا في المقر المركزي للجمعية بالرباط لدعم تنسيقية الدكاترة المعطلين واللي فيهم 11 مضرب عن الطعام. احنا في الجمعية كندعموا هذه المعركة ديالهم، وكنحاولوا ما امكن يعني يوصل الصوت ديالهم للمسؤولين. احنا الهدف ديالنا هو هاد الناس اللي في اضراب دابا اليوم راه 19 يوم 19، وكاين الظروف ديال غشت راه معروفة، وحنا احتضناهم هنا ووفرنا لهم الظروف ديالهم باش يبينوا يعني علاش هما دايرين الاضراب على الطعام. وهنا باش المسؤولين يلتقطوا هذه الرساله هذه، لان الوقت ما كيرحمش، وخاصه ان بعض المضربين والمضربات عندهم امراض مزمنه، اذا الحياه ديالهم في خطر. حنا في الجمعيه كان عندنا واحد المبدا ديال
قدسيات الحياة. يعني الحياة راه حق مقدس عند الإنسان. حنا الهدف ديالنا هو المسؤولين بهذه الندوة الصحفية تكون يعني تكشف على هاد المعركة اللي كانت في واحد الوقت ما معروفاش، خاصها تعرف للرأي العام، تعرف للمسؤولين، المسؤولين يتحركوا. راه عندنا خصص في قطاعات في الجامعة، عندنا خصص في المعاهد العليا، هاد الناس راه ماشي واحد العدد كبير، كاين 50 بهم في تخصصات مختلفة، كاين اللي عنده منتوجات في منتوجات، كاين اللي عنده ابتكارات. إذا هاد الطاقة هذه علاش حنا غادي نهضروها؟ علاش؟ وحنا كنعرفوا الهجرة ديال العقول ديالنا اللي مشات لفرنسا، اللي مشات لألمانيا، علاش حنا نفرطوا في هاد العنصر البشري اللي مكون، اللي الدولة يعني هي اللي كوناتو باش ينفع المجتمع، ينفع المجتمع. إذا حنا كنطلبوا من المسؤولين يتجاوبوا مع هاد المطالب ديال هاد الفئة هادي، ويفتحوا معهم حوار مسؤول باش يرفعوا هاد الاضراب، لان حنا ما نقدروش نهضروا معاهم في هاد الميدان، هما اللي كيعرفوا المعركه ديالهم. وما دام الانسان كيمشي للمعركه الاضراب عن الطعام، راه كتسد الافاق، والدوله والحكومه والبرامج ديالها اللي قدمتها في الحمله الانتخابيه، كاين ثلاثه ديال الاحزاب، يعني كاين واحد الاغلبيه منسجمه، ما عندناش شي معارضه اللي غتعرقل. اذا خصهم يبادروا، وهنا كنوجهوا النداء لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزاره التربيه الوطنيه، وزاره التشغيل، وحتى المجلس الوطني لحقوق الانسان. خص كل شيء هاد المؤسسات ديال الدوله تحرك باش تحل هذا المشكل، لان المغرب نحن في غنى على هذه المساله. الا تطورت ولا قدر الله وقعت شي فواجع، حنا ما غادي الدوله ولا المجتمع ما غير بحش منا. وحنا واضح الخطاب ديالنا في الجمعيه، اي فئه متضرره ضحايا الخروقات حقوق الانسان كندعموها، وكنفتحوا لها المجال ديال فين تبين المطالب ديالها.